تصريحات للإعلام المصري تامر أمين أثارت الكثير من الجدل، عبر فيها عن رأيه أن المناهج تحتاج إجراء تغييرات جذرية، والحديث لم يتوقف عند هذا الحد، فتساءل عن مدى الاستفادة من المواد الأدبية في مجالات العمل والحياة، فسبب انقسام بين مؤيدين ومعارضين. نتابع تفاصيل من مصر مع تامر نصرت. أنا إيه الاستفادة دلوقتي بتاع طالب الثانوية العامة إنه 3 سنين يدرس تاريخ؟ هتقول لي يا نهار أسود أنت مش عايز يدرس تاريخ، بلاش والنبي الشعارات دلوقتي، خلونا في اللي بيأكل عيش واللي يجيب تقدم. من جديد يعود إعلامي مثير للجدل للاعتذار بعدما نال نصيبا واسعا من الانتقاد والتعليقات السلبية والغاضبة على وسائل التواصل حول ما اعتبره كثيرون تقليلا من أهمية مواد القسم الأدبي في مرحلة الثانوية العامة مثل التاريخ والفلسفة وغيرها. أنا حابب أن أنا أعتذر اعتذار واضح لا لبس فيه لكل من أساء فهم كلامي. لكن الجدل لم يبدأ مع تامر أمين، بل من قرار وزارة التربية والتعليم بجعل مواد علم النفس والجيولوجيا واللغة الأجنبية الثانية مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع. مدرسو تلك المواد كان يتم حجز أماكن معهم قبل الهنا بسنة كما نقول في مصر، والآن يقوم بعضهم بنشر رسائل اعتذار عن التدريس على صفحات التواصل الاجتماعي. والسؤال الآن، هل العلوم الإنسانية ليس لها مستقبل في سوق عمل يعتمد كثيراً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ ولماذا إذن يقوم كثير من مبتكر التطبيقات بتسمية منتجاتهم بأسماء اشتقت من دروس التاريخ والفلسفة وغيرها؟ فمن المؤكد أن مبتكري منصة بلايتو وتطبيق يوتوبيا وفيروس تروجن لم يختاروا هذه الأسماء عن طريق المصادفة. تامر نصرت لصباح العربية، القاهرة. تصريحات أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض، رح نناقشها في فقرة مع وضد. أرحب بضيفتي من القاهرة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري الدكتورة جيهان بيومي، ومن عمان رئيسة قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية الدكتورة دعاء خليل. أهلا بكما. خليني أبدأ معك دكتورة جيهان، يعني ما بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة، حضرتك تؤيديها، تؤيدي فكرة إلغاء المواد الأدبية بما فيها من تاريخ وفلسفة، ليش برأيك يجب أن تلغى؟ ما هي الأسباب اللي ممكن تستندي عليها؟ صباح الخير أولا لحضرتك وكل المشاهدين. طبعا كلمة إلغاء دي حضرتك مش مطروحة خالص، ولم يشار إليها حتى في التعديلات أو في البيان. مفيش حاجة اسمها إلغاء للمواد الأدبية، وجهة نظر يعني غير موجودة بالمرة. ما تم تعديله هو تم تقليل المحتوى العلمي ودمج بعض المواد، بحيث أن الطالب في تطوير التعليم أو في المنظومة الحديثة اللي بتسعى عليها الدولة المصرية، أن الطالب بياخد المواد الأساسية ومنها التاريخ ما اتحذفش ولا الجغرافيا اتحذفت، والفلسفة نازلة في مرحلة أولى، ولكن اللي حصل هو تقليل المحتوى العلمي، بحيث أن الطالب في مرحلة التعليم الأساسي كان بيعاني من منهج كبير ومنهج فيه زيادات، فبدأت الوزارة فعلا قللت الحشو الزائد في المناهج حتى يتناسب مع الفترة الزمنية المتاحة في أثناء العام الدراسي، إنما لم يرد ولم يذكر كلمة إلغاء تماما. طيب المواد الأدبية، تقليل هذه النظرية. المواد يا دكتورة الأدبية، هل هذا يعطي مؤشر للطالب بأنها غير مهمة أو أقل أهمية من المواد العلمية؟ لا لا، هذا شيء بيخليه يأثر على قراره في اتخاذ التخصص مستقبلا؟ لا، ما على فكرة في المواد العلمية أيضا تم دمج الأحياء والفيزياء، بعض المواد العلمية تم دمجها، وأيضا تم تقليص المحتوى العلمي ليها. يعني ما يحدث في المواد النظرية حدث مماثل ليه في المواد العملية. فدي طبعا ليس لها علاقة أنها منقول أن هي غير مهمة، دي أساسيات العملية التعليمية. مظبوط. طيب خلينا أنتقل إلى دكتورة دعاء. دكتورة، اليوم في ظل الوتيرة السريعة اللي بنعيشها مع الذكاء الاصطناعي ودخوله في كثير من المجالات، ما تشوف انه فيك تخصصات ستلغى تلقائيا، ما في راح يكون عليها اقبال، خصوصا انه في سوق العمل لا يكون يرغب فيها تحديدا، قد تكون هذه المواد ادبيه؟ في البدايه يعني احنا مين
حدد بأنه العلم والتعليم في المدارس وفي المؤسسات التعليمية لازم يكون المرجعية لها فقط سوق العمل. يعني نعم سوق العمل هو مكان يرفد إليه الخريجين من المؤسسات المختلفة، لكن من قال بأن يعني سوق العمل فقط هو من يحدد ماذا نتعلم؟ صراحة دكتورة سوق العمل هو من يحدد، يعني الناس بعيدين عن المثالية وأنه أنا راح أحفظ التاريخ وأنا راح أهتم بالجانب الإنساني. اليوم الناس تبغى تعيش، تبغى فلوس، تبغى شيء يكون لها أفضل ولمستقبل أبنائهم أفضل. هذا مؤسف، هذا مؤسف ومؤلم، وعلينا أن نعدل هذا الحال بتدريس الفلسفة وتدريس القيم والأخلاق والتاريخ والجغرافيا. علينا أن نركز على هذه العلوم حتى نتجاوز هذه النظرة المنتشرة حاليا. لا علينا أن نعزز النظرة المادية. نحن لا ندرس فقط حتى يعني تكبر المحفظة المالية لدينا، وإنما نتعلم حتى يكون لدينا أسس ومبادئ في حياتنا ومجتمعاتنا. نعم. طيب دكتورة خلينا في الأردن، لأنه إحنا سألنا الناس هناك عن دراسة المواد الأدبية مثل التاريخ والفلسفة، هل لها مستقبل في سوق العمل أم لا؟ بحس إنه لا، لأنه هلأ الدنيا عم تتطور والتكنولوجيا عم بتزيد، فيكون التخصصات الكثير عليهم قويين، يعني الكثير عليهم طلب اللي هم التكنولوجيا. أكيد طبعا، يعني كل شيء كل تخصص له مستقبل، يعني الإنسان لما بده يدخل التخصص هذا والمجالات بكون عارف إنه له مستقبل لقدام، فأي تخصص بكون له مستقبل. يعني التاريخ راح أكيد يكون له مستقبل، والفلسفة كمان راح يكون لها مستقبل لأنه عندنا فيلسوفات كثير في الأردن. أوكي، أعود نستقبل هذا الحوار. أرجع لك دكتورة جيهان، يعني زي ما قالت دكتورة دعاء إنه المسألة ما هي مسألة سوق عمل ومسألة إنه جني الأموال وما هو المستقبل، هي مسألة العلوم الإنسانية مهمة والفلسفة والتاريخ، وهي من تصنع الإنسان وتحافظ على الحضارات. هل ممكن إنه شخص يتخصص في هذه المواد اليوم بأن يتميز ويكون له بصمته الخاصة في السوق، خصوصا إنه هناك يعني قلة الوظائف في هذا المجال؟ احنا يمكن شفنا قبل يومين برضو ترين طالع في مصر، بعض الأساتذة يشتكوا إنه تعليم اللغة الفرنسية اليوم صار ما هو داخل في المعدل، طب احنا نعمل ايه وكيف نعيش؟ فكيف ممكن الواحد يعيش في مجال ليس مطلوب في سوق العمل؟ لا، هو أنا طبعا يعني مع احترامي لكلام الدكتورة، لكن أنا يهمني إلا أنا أخرج فعلا شاب خريج يلاقي فرصة عمل. يعني إيه طالب يقعد يدرس ويضيع 4 سنوات أو يضوع فترة وسوق العمل متشبع؟ يعني أنا دلوقتي لازم محتاجة الخريجي يكون على درجة أكبر من الكليات العملية أو الكليات الفنية. فإحنا اتجاه أنا عندي سوق عمل أو شباب كتير خريجين من الجامعات النظرية ومش لاقيين فرصة عمل، بطالة. فإيه حل المشكلة؟ يعني إحنا عايزين نقلل من كم البطالة اللي موجود، في نفس الوقت عندنا إحنا متعطشين للعمالة الفنية أو لخريجي حتى الثانوي الفني، المدارس التكنولوجية، الاتجاه الجديد. الكليات النظرية أو المواد النظرية بيبتدي ياخدها فعلا كمراحل أساسية وبتبتدي تكون شخصيته، واللي عايز يتزود في المعلومات، المعلومات موجودة ومتاحة، يعني العلم موجود طول العمر مش مرتبط في فترة زمنية. ولكن أنا يهمني أنا ابني لما يجي يتخرج من الكلية هلاقي له فرصة عمل ولا لا هيقعد جنبي في البيت؟ فده اللي احنا محتاجينه الفترة الراهنة. السوق العمل من الكليات النظرية متشبع ومكتظ، وبالتالي احنا بنعيد الهيكلة بحيث يحصل تناسب ما بين فرص العمل المتاحة. بالفعل. طيب دكتورة دعاء، يعني احنا بنشوف في كثير جامعات في العالم لغت تخصصات واستحدثت تخصصات جديدة تواكب العصر، بل كمان تستشرف المستقبل، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي. اليوم لما نحن نقول لا لازم انت تدخل هذه الأقسام وهذا مهم للإنسان والتاريخ وغيره، احنا كده مو بنقلل من فرص الشاب او الشابة انه نفتح لهم مجال جديد في سوق العمل ويكون قديم نوعا ما، غير مواكب لما يحدث من تطورات كبيرة وسريعة اليوم داخل فيها الذكاء الاصطناعي؟
يعني حاليا اذا بدنا نطلع على العالم بنلاقي انه العالم الان يركز على العلوم الانسانيه. العالم في الغرب الان يهتم بالعلوم الانسانيه ويدرس العلوم الانسانيه والادب والتاريخ والجغرافيا. لماذا نحن نريد أن نلغي هذه العلوم في مجتمعاتنا العربية وخاصة في أم الدنيا مصر اللي كانت دائما هي منبع للعلوم الإنسانية والقيمية؟ سوق العمل كما ذكرت في السابق هو يحتاج لتنوع بالخريجين، والطبيب والتكنولوجي والفني بحاجة إلى أن يتعلم هو أيضا اللغة والأدب والحضارة والتاريخ والجغرافيا حتى يستطيع أن يمارس مهنته. هل يعني يستطيع أن يمارس وتميز في سوق العمل اليوم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي؟ نعم والواقع يثبت. أليس الإعلامي بحاجة إلى من يدقق اللغة؟ إحنا حتى الإعلاميين ومقدمي البرامج اليوم خلاص يعني تعتبر هذه وظيفة من الماضي، يعني حيدخل الذكاء الاصطناعي ويأخذها ترى، يعني بالمناسبة الذكاء الاصطناعي للآن لم يحل محل الوعي الإنساني. نحن بحاجة إلى الوعي الإنساني، بحاجة إلى العقل الإنساني. وبالتالي هذا الوعي بحاجة إلى محددات وبحاجة إلى رافد له للمعلومات. لا يعقل أن أطالب بأن يكون عندي طبيب لا يعرف القيم والأخلاق. يعني الوقت يداهمني، أشكر ضيوفي اليوم دكتورة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري، ومن عمان رئيسة قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية الدكتورة دعاء خليل.